ناقش محافظ تعز نبيل شمسان ومعه وكلاء المحافظة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس روندبرغ الذي يزور حاليا المحافظة الأوضاع والمعاناة الإنسانية التي تشهدها تعز جراء الحرب والحصار الجائر للعام السابع من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا. رحب المحافظ بزيارة المبعوث الأممي والوفد المرافق له، والتي تعد أول زيارة لمبعوث أممي للمحافظة للإطلاع على طبيعة الأوضاع عن قرب وحجم المعاناة الناجمة عن الحرب المستمرة والحصار الجائر من قبل الميليشيات للعام السابع على التوالي، معتبرا أن زيارة الوفد الأممي وبرامجه المكثفة للقاء مع جميع المكونات محل تقدير أبناء المحافظة وانتظار نتائجها المثمرة المتمثلة بتعزيز مكانة تعز في المفاوضات والإحاطات الأممية وإيصال صوتها ومعاناتها للمجتمع الدولي والمطالبة بالحقوق الأساسية والتخفيف من حدة الحصار وإغلاق الطرق وحجم المعاناة الباهظة التي خلفها الحصار الخانق من قبل الميليشيات. واستعرض المحافظ شمسان طبيعة الأوضاع وأشكال المعاناة الإنسانية المتمثلة في القصف المستمر للأحياء السكنية واستشهاد وإصابة المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بالإضافة إلى حرمان المحافظة من مياه الشرب واستهداف محطات الكهرباء والمستشفيات. من جهته عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن سعادته بزيارته لمحافظة تعز ولقائه بالمسؤولين وجميع المكونات السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، لاعتقاده أن هذه المحافظة تشكل ثاني أكبر مدينة بعدد السكان ولم تغب عنها تفاعلات السياسة والمدنية والثقافة والجامعات وتميزها بالتعددية السياسية التي لا بد أن تكون هذه التجربة موجودة في جميع المحافظات. في زيارة تمثله هي الزيارة الأولى لمبعوث أممي إلى محافظة تعز. هذه الزيارة تحتل أهمية كبيرة في سياق حل المشكلة اليمنية، باعتبار تعز تمثل المحور الأساسي التي ترتكز عليه جميع الحلول للقضايا اليمنية في مختلف مراحل التاريخ اليمني. فبدون تعز يعني لا يمكن التوصل إلى أي حل أو تسوية لأي قضية يمنية. تعز تمثل هي المحور، تعز تمثل هي الانطلاقة التي تتأسس عليها جميع الثورات، وأيضا تتأسس منها وبها وبرجالها كل مبادرات السلام. اليوم وصول المبعوث الأممي للالتقاء بقيادة المحافظة تعز والسلطة المحلية، بالإضافة لما تمثله تعز من رقعة جغرافية لا تزال تحتفظ بآليتها وأدواتها المدنية والحزبية، ولا تزال تحفظ لهذه التكوينات الحرية الكاملة في ممارسة أعمالها، فإن المبعوث الأممي سوف يلتقي أيضاً بممثلي أو رؤساء فروع الأحزاب السياسية جميعاً من موجودين في محافظة تعز، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني، وأيضاً هناك لقاءات مع القطاع الخاص وأيضاً مع أعضاء مجلس النواب الكتلة البرلمانية لمحافظة تعز، وأيضاً لقاءات مع الصحفيين. يعني بمعنى أن المبعوث الأممي سوف يحاط بعلم كامل بكل ما تعنيه المحافظة من أو ما تحمله أو ما تقوم عليه من آراء وتوجهات وتطلعات تمثل كل أبنائها بمختلف تكويناتهم الرسمية والحزبية والمدنية. Coming for me to Taiz for the first time is important. It's a place that encompasses so many things that are central to all of Yemen. فتعز هي المكان الذي يعد حاضنة لكثير من الأشياء المحورية والمركزية لليمن. There is a political plurality, entrepreneurial spirit, cultural and historical richness, and the strength to address pain and difficulties that this war has inflicted on its people. فتعز حظيت بالتعبدية السياسية وحظيت أيضا بالروح الريادية وبالثراء الاجتماعي والثقافي وأيضا في القوة على التعامل مع الألم ومع المصاعب التي ألمت بالبلاد بسبب هذه الحرب. But Taiz share also the same pains as we see elsewhere in Yemen. لكن تعز أيضا تظهر أشياء رأيناها ونراها في أماكن أخرى من اليمن. We see
a people that is having its freedom of movement severely restricted. فنحن نجد هنا في تعز الناس وقد حرموا من حريتهم الأساسية في التنقل. We see people that are affected by a declining economic situation. نحن نرى الآن الناس وقد تأثروا كثيرا بالوضع الاقتصادي المتردي. Frequent interruptions in the delivery of basic services like water and electricity. والتقطع الكبير والانقطاع في إمدادات الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء. And the general state of insecurity. والشعور بعدم الأمان العام. And this we see in large parts of Yemen, but concentrated here in Taiz as well. هذا ما نجده في أماكن أخرى في اليمن، ولكننا نجدها مركزة كثيرة في تعز. Again, as elsewhere in Yemen, it is the civilians that bear the brunt of this conflict. ومرة أخرى أقول إن الناس الذين يعانون من أكثر هذه الأمور هم المدنيون في تعز وفي غير تعز. So all in all, Taiz is the reminder of the possibility of a pluralistic Yemen state. خلاصة الأمر إن تعز هي المكان الذي يذكرنا بإمكانية وجود دولة يمنية مبنية على التعددية. And remains a key part of achieving sustainable peace in Yemen. وهي أيضا جزء ما زال أساسيا في إحراز السلام المستدام في اليمن. Thank you very much.